الخير، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. في البدايه طبعا عايز ابارك لك على الفوز بالامس على فريق بيراميدز. مباراه كانت غايه في الصعوبه، لكن كانت في نفس الوقت مفاجاه في الحقيقه، لان فريق بيراميدز يمتلك من امكانيات اللاعبين ما هو يكفي الفوز باي مباراه في بطوله الدوري. لكن رغم كده شفنا تالق كبير جدا من عدد كبير من اللاعبين بالنسبه لفريق الجونه، وقدروا ان هم يفوزوا في هذه المباراه. فانا ببارك لك طبعا على المباراه دي، وكنت عايز اعرف انتوا ازاي هيأتوا اللاعبين لمباراه مهمه زي مباراه بيراميدز بما يدفع للفوز او هذا الفوز الهام. اولا الله يبارك فيك طبعا. تاني حاجة، لا ما كانش فيها صعوبة ولا حاجة، لأن ده يعني أنت بتلعب أي ماتش عايز تكسب، يعني دي حاجة طبيعية. تمام. ما حسيتش إن هو صعب أوي، ما حسيتش إن هو مستحيل. الحتة بتاعت إن أنت هيئة الناس، لا الناس جاية من هي أوريدي، أنت عندك لعيبة كويسة، لعيبة محترمة، جاي من أندية كبيرة، عندك خبرات، فما فيش أي مشكلة. أنا شايف إن هي الموضوع يعني واخد أكبر من حجمه، إن الجون كسب بيراميدز ده. أنا مش نادي درجة ثالثة جاي طبعا طبعا في يعني في الكاس مثلا فطلعتها بره، لا نادي الجونه ده كيان محترم طبعا، فريق كبير، كل التقدير والاحترام لفريق يعني الجونه. مش شايف ان في يعني مفاجأة في القصه. هو بالعكس، احنا اول راوند المفروض احنا كنا نكسب، احنا تعادلنا، الناس هم تعادلوا معانا في الدقيقه 96، فبالتالي احنا كان عندنا الابر هاند. الراوند الثاني احنا كسبنا، يعني خدنا 4 من 6 بوينتس، والمفروض ان احنا ناخد 6 من 6. فبالعكس انا مش شايف ان هي مفاجاه. كويس، هو ممكن يكون البعض شايفها مفاجاه بحكم المراكز، وان فريق بيراميدز في المركز الثاني وفريق الجونه في المركز التاسع، لكن يعني على العموم خلينا نقول ان هو كان انتصار مهم جدا. شايف فرص فريق الجونه في البقاء في بطوله الدوري؟ انتوا في الحقيقه ماشيين بخطى ثابته جدا، شايف الفرص ازاي في ظل المنافسه الصعبه على البقاء؟ في عدد كبير من الانديه بتحاول ان هي تبقى في بطوله الدوري هذا الموسم. بص، هو الحته بتاعت البقاء، لان الدوري برضو قوي جدا السنه دي في الحته اللي هي بعد الثلاث اربع مراكز اللي فوق. فطبعا ممكن اقول لك انت عندك حق شويه، لكن احنا طموحنا ان احنا نخلص في مركز كويس، مركز محترم يليق باسم الجونه ومنظومه الجونه ككل. فحته البقاء او مش بقاء دي انا مش هتكلم فيها، بس احنا نحب ان احنا نخلص في الحته محترمه تليق باسم الجونه في اول سنه دوري بعد يعني بعد ما الجونه نزل واحنا صعب. غير كده ما اقدرش اقول لك حاجه تاني. طيب فيما يخص كل من طبعا كابتن حماده صدقي نجم كبير ومدرب كبير واثبت الكلام ده من خلال المباريات السابقه، وكان في تمسك من اداره الجونه ببقاء هذا الرجل رغم ان كان في بعض المباريات وده طبيعي ان ما يكونش فيها بعض التوفيق، لكن بالتحديد كمان عايز اتكلم عن كابتن حسام غالي، واللي هي بالنسبه له تجربه جديده كمدير كره، لكن واضح من خلال المتابعه واللي احنا بنشوفه ان هو نجح في هذا المكان بشكل جيد جدا، واعتقد اكتسب المزيد والمزيد من الخبرات في الجانب الاداري بالتحديد بالنسبه لكابتن حسام غالي. لا حسام نجم كبير طبعا. بص انت بتتكلم في حاجه اصلا ما ينفعش نتكلم فيها. حسام غالي ده رمز وقيمه طبعا طبعا، وشرف نادي الجونه ان حسام غالي يكون موجود في المنظومه نفسها، بيضيف طبعا. مش هنتكلم على حسام غالي، حسام غالي بتهيألي من غير ما نتكلم احنا عارفين هو حسام غالي موجود ليه. طبعا. وتاني ارجع اقول بشكره جدا عن خلالك انت، واضافه كبيره جدا وسهل ماموريه ان احنا نجيب لعيبه من النادي الاهلي. لكن في نقطه مهمه قوي لازم تعرفها. اتفضل. قناه الاهلي لازم تعرفها، نادي الجونه ليه شخصية مستقلة، نادي الجونة لما كسب بيراميدز كسب بال 32 لعيب اللي موجودين في السكواد، مش بالناس اللي موجودة في الأهلي بس. بالظبط طبعا، لا ده شيء مؤكد. لا عشان الناس مركزة بس في الحتة بتاعت لعيبة الأهلي، لا لعيبة الأهلي جزء من كل لعيبة الأهلي. انخرطوا سريعا جدا في المنظومة نفسها. بيضيفوا طبعا بيضيفوا، بس في ناس كتيرة واللعيبة كلها منتمين لنادي الجونة. دي مهمة جدا الناس تعرفها. بالظبط، لا ده شيء اكيد مفروغ منه، لان اللعيبه دي متواجده في فريق الجونه، فبالتالي هم تحت اداره فريق الجونه والجهاز الفني الخاص بفريق.